الفنانة نانسي عجرم قدمت حفل موسيقي رائع مؤخرا ضمن مهرجان الذوق الدولي اللي خلال شهر استقبل كمان أهم الفنانين العالميين. وبهالحفل نانسي غنت أجمل أغانيها بالإضافة لعدد من الهيتس من ألبومها الأخير. وقبل ما تطلع على المسرح نانسي حكيت عن حفلاتها لفصل الصيف. رح كون بين لبنان وسوريا وأردن ومصر زقلرات. حفلات لبنان يعني معروفة، الناس عم بتشوف كل الإعلانات، أول شيء عندكم على LBC وعلى طرقات وميني بولز. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها وحدنا، يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا عالحب متوعدين. وطبعا منرجع منقول لنانسي مبروك على أول مولودة لها اللي استقبلتها من فترة صغيرة ويلي شغلت لك كل وقتها. الحمد لله أنه لحديت هلا قادرة أوفق بين يعني شغلي والبيبي وبيتي. حبيبي قرب بص وبص بص زعلان ازعل بتابعوا كل اخباري ويحضروا كل كليباتي، وان شاء الله دايما يكونوا اعمالي حلوه وتعجبهم على طول. نانسي عجرم.